سلام عليكم. ما بقى غير أيام ويتم إطلاق واحد من أقوى أجهزة عالم الأندرويد والمنافس الشرس سواء للآيفون أو الأس 21 ألترا، لكن بخلطة جهنمية للتفوق على الشركتين في مركز قوتهم وهي الكاميرات والشاشة. وإذا أريد أضيف فالأداء راح يكون متميز جدا خصوصا بالوان بلس 9 برو. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم وأهلا بكم في فيديو اليوم ومفاجآت برأيي راح تقلب الطاولة على الكبار من وان بلس. ظلوا يعني وان بلس تريد أن تقصف بطريقة وحشية كل منافسيها بطريقة تجعل جهازها 9 برو خيارك الأندرويد الأول. اختارت شاشة لا يمكن منافستها لا من سامسونج ولا من أبل، وسمعوني وركزوا، شاشة راح تكون داعمة لتقنية التامبت كالر، يعني تقدر تعرض أكثر من مليار لون و 8192 تدرجة بالإضاءة، وياها نظام أوتو جديد بالكامل يتحكم بحرارة الألوان. فوق هذا كله شاشة OLED دقتها 2K تدعم تردد متغير من 1 إلى 120 هرتز بتقنية LTPO. هذا كله مطروق وشفناه بالOPPO Find X3 Pro. أما الحركة الجديدة فعلا فهي تردد استجابة الشاشة لللمس بتقنية الOverclock من 240 هرتز، يصعد تردد استجابة اللمس بالشاشة إلى 1000 هرتز وأكثر بوضع الجيمين. عفكم هسا من الشاشة وتعالوا للكاميرا اللي دوختني مواصفاتها، بس قبلها لايك سريع من ايدكم الحلوة واشتراك اذا ما مشتركين، وخلي نكمل الكاميرات المتوحشة بالوان بلس 9 برو. هذه السنة وان بلس 3 تمسح كل تاريخها وتاريخ التصوير المتواضع باجهزتها، ولهذا لجأت وتعاونت ويا واحدة من افضل واكثر الشركات برستيجا وجودة في مجال العدسات ومعالجة الصور، وهي شركة هازلبلاي. معالجة الصور هو اضعف جانب في جوانب كاميرات اجهزة وان بلس السابقة، فمن تضيف وان بلس عدسات وأنظمة معالجة وخوارزميات معالجة للصور من هازلبلايد الراقية، أنتج بحسب مدير وان بلس نظام للألوان الطبيعية الأفضل في المحمول، والأهم نظام تصوير احترافي أو مود تصوير مانيوال هو الأكثر تقدما بالعالم. الكاميرات بالوان بلس 9 برو راح تنطيك صورة بجودة 12 بت، وهنا نركز لي، هذا الرقم يعني أن الكاميرا راح تقدر تلتقط أكثر من 68 مليون درجة لونية. هذا الرقم يعادل 64 مرة كمية الألوان والبيانات اللي تلتقطها عدسات الآيفون 12 برو ماكس اللي تعمل بالتقنية الأفضل التمبت. أربع كاميرات راح تلعب هذا الدور، عدستين أساسية، واحدة بقوة 50 ميجا بيكسل بالمتحسس الأحدث من سوني وهو الـ IMX789، العدسة الثانية واسعة أو ألترا وايد قوة 48 ميجا وأيضا بالمتحسس الأحدث من سوني للعدسات الألترا وايد الـ IMX766. راح تقدر أن تصور فيديوهات 4K بمعدل 120 إطار بالثانية، هذا رقم قياسي فقط أبل واصلت له في عالم الفيديو، عدا عن فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار بالثانية. معالجة الفيديوهات اللي راح تصورها بعدساتك وتقنية الـ HDR راح تتم لحظيا على الجهاز، وهذا حاليا فقط الآيفون 12 برو ماكس قدر يسوي. كل هذا التقدم اللي صار بأجهزة الوان بلس في مجال التصوير تم لأن وان بلس أخذت وقتها وراحتها وعصرت واستفادت من كل ميزات المعالج الأحدث اللي اختارته وان بلس هو السناب دراجون 888 بكل إمكانياته وقوته، والأهم وحدة معالجة الصور الحديدية اللي بي ISP اللي تشتغل من 5 كورات، عكس باقي الشركات اللي ما استفادت من هذه المميزات لأن أرادت أن تطرح أجهزتها في وقت مبكر، وهذا السبب الحقيقي لتأخير شاومي لإطلاق جهاز المتوحش المي 11 ألترا لحد هذه اللحظة حتى تعطي مميزات وحركات بالتصوير ما يقدر جهاز ثاني يسويها. البطارية بالجهاز الـ 9 برو من وان بلس راح تكون أيضا متوحشة، سعتها 4500 ملي أمبير وهذا متواضع صحيح، لكن عندك شحن سلكي حديدي قدرة 66 واط وشحن لاسلكي خارق قدرة 50 واط وشحن عكسي بقدرة 5 واط. الجهاز أصدقائي باختصار حارق خارق، أداء، بطارية، معالج وتصوير، وأخيرا تصوير في أجهزة وان بلس صار من مستوى الكبار. راح ينزل الجهاز للأسواق يوم 23/3 إن شاء الله، وراح نوافيكم بكل أخبارها وتطوراتها بقادم الأيام. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم وأشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.